مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده او الحلقه الاخيره هذا الاسبوع من برنامج ممكن. الاسبوع الجاي هنبتدي من استوديو تاني علشان بنغير استوديوهاتنا، ديكورات جديده، افكار جديده ان شاء الله. بعد نقل الاستوديوهات بنبتدي مرحله جديده، بنحاول نتواكب مع احدث الاشكال والمضامين ان شاء الله تشوفوا ما يرضيكم. النهارده وكالعاده كان هناك مظاهرات اخوانيه جنحت اكثر الى عنف مباشر، عنف مع المارة، تصدير عنف الى الشارع متوقع في هذه الايام وسيزيد مع الايام القادمة، سيتصاعد قبل الدستور بايام علشان يخوف الناس، عشان يعمل عملية رعب. الاخوان كانوا موجودين في عدة اماكن، نعم لم تكن اعداد كبيرة ولكن كان يوجد اعداد مؤذية. تم الاعتداء، احراق سيارة شرطة في احمد عرابي، في الاعتداء على جنديين، إصابة، تحطيم سيارات على الكوبري المنيب الدائري، حطموا مجموعة من سيارات المرة منهم سيارة الفنانة مي سليم وكان معاها بنتها جالها انهيار عصبي، كانوا بيحاولوا يشلوا الشوارع ويتصادموا، الشرطة فصلت بينهم وبين كتير من المواطنين اللي كانوا عايزين يشتبكوا معاهم. لا جديد، هذه هي خطط الإخوان، سأواليكم وسأوافيكم كما وعدت النهاردة بخطتهم في 25 يناير القادم، خطة قذرة الهدف منها الوحيد هو شل البلاد وإفساد عملية التحول. النهاردة معايا الدكتور أسامة الأزهري، العالم الجليل، المشرف على مكتب رسالة الأزهر الشريف، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحنتكلم النهاردة عن الخلاف والاختلاف، كيف يمكن أن أقرأ ما يحدث الآن في ظل كل واحد بيفسر بالدين حسب رؤاه. أدب الخلاف، أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيختلفوا إزاي؟ كانت حدود الاختلاف شكلها إيه؟ التاريخ الإسلامي شهد فتن كبرى ما بين مسلمين ومسلمين، الرؤية الآن ومن عالم أزهري كيف يمكن قراءة هذا؟ كيف يمكن أن تتبين الحق من البغي أو الظلم؟ ده هيكون حواري معاه النهاردة، ولأن الوقت ضيق جدا يعني هجري معاكم شوية. زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل شرف الدين كان ضيف على قناة الجزيرة، كان مفترض أنه يقعد أسبوعين وبعدين قال أنه قعد أسبوع، دار حوار بينه وبين حاتم عزام، كان في تجاوز شديد. هم حاتم عزام بيقول أنهم طردوا الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، نبيل شرف الدين بيقول هم طردوا حاتم عزام، وانا قلت لهم مش عايز اقعد. لما جه يرجع احتجزوه في المطار، اعتدوا عليه بالضرب والسب حسب تغريدات كتبها على حسابه على تويتر، قال اعتدوا عليا بالضرب شخصيات تبدو امنيه وهددوه، قالوا له اتعلم ازاي تتكلم عن اسيادك. هل ده حصل وكيف يحدث لضيف انت جايبه في بلدك يطلع؟ هل الأستاذ نبيل يتحمل مسؤولية أنه وافق أنه يظهر؟ في كتير بيقول لك لا أنا بروح علشان أظهر الحقيقة، لأن هم صوت واحد ومقعدين ناس لهم أجندات ومغرضين، فأنا لازم أروح عشان أرد عليهم في عقر دارهم، مش هسيب المسألة كده، أنا بروح لهم هناك علشان أرد عليهم. بيدخل في المسألة فكرة الفلوس، طبعا ده ماليش دعوة بالأستاذ نبيل، الناس دي بتدي فلوس، في ناس بتروح تقول لك اخد فلوس ومحسن منهم واقول اللي انا عايزه. هل من الصح انك تقاطع وترفض طالما فيها سفر ورايح بلد تعرف ان الحكم فيها تقف ضد مشروعك وضد هذا الوطن وبتنفذ مشروع اخر له علاقة مش بالاخوان المسلمين ولكن بتقسيم مصر؟ هل المقاطعة والرفض في هذه الحالة هو الاوجب؟ نبيل شرف الدين في تغريداته قال ان هو حاول يتصل بمسؤولين، خدوا منه التليفون، ضرب اكتر من مرة، ولكن لولا تدخل المسؤولين في مصر ما عاد وكان هيتلفق له قضية. لكن المجمل اللي كان بيتكلم عنه انهم قالوا له اعرف ازاي تتكلم عن اسيادك بعد كده. طيب انتوا شايفين تغريدات نبيل، بنحاول نكلم نبيل شرف الدين. يا نبيل لو انت سمعنا تليفونك مقفول، لو قدرت توصل لنا هيبقى كويس قوي. النهاردة استشهد جنديان وأصيب 8 في مطاردات مع التكفيريين في سيناء، المعارك ما زالت مستمرة في سيناء. عايز أقول لكم أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأرجوكم اسمعوا الكلام اللي قاله كويس، ناشد الأغنياء والقادرين
باستبدال فريضة العمرة، احنا داخلين على عمرة مولد سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. المصريين في كل الأزمان هم من أكثر الناس الذين يهتمون بممارسات الشعائر الدينية. احنا بنصوم عاشورة، حريصين قوي على الطقوس. الهدف من هذه الطقوس أو الشعائر الدينية هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيهما أقرب إلى الله؟ أن تطعم مسكين في وقت الشدة، أن تطعم جائع فقير، ولا تروح تعم العمرة فتاخد ثوابها؟ الدكتور محمد مختار بيقول: أرجوكم استبدلوا فريضة العمرة هذا العام بقضاء حوائج الناس، فحوائج الناس مقدم على ألف حجة وحجة. ألف حجة وإنك تقضي حوائج الناس. الناس اللي بتقولك ما أنا بطلع وبسافر، تعالوا اعملوها بشكل تاني. طلع اللي بتطلعه وقول: هذه فلوس العمرة اللي ما كنتش هطلعها، أنا هستفيد بيها بطريقة تانية. تخيلوا لو فلوس عمرة رمضان بس طلعت، هنعمل ملايين. يعني مش عايز أقول لكم مئات الملايين. الأقل عمرة دلوقتي للناس الحريصة دايما انت بتتكلم في 25 و 30 ألف جنيه، وبتوصل ل 100 ألف جنيه في بعض الحالات، وحسب الفندق والإقامة والطيران والبزنس كلاس والحاجات دي. لو انت اتبرعت بهذه المبالغ، قضاء حوائج الناس أهم ألف مرة. خبر سعيد: المجر ألغت حظر السفر إلى مصر، كل يوم بنتقدم خطوة. التبرعات ما زالت تنهال على المؤسسات الخيرية في دعوة مش مليون بطانية، ملايين البطاطين إن شاء الله. جالي كشف كبير قوي من مصر الخير بحجم التبرعات اللي بدأ من 20 جنيه و10 جنيه و100 جنيه و50 ألف جنيه و100 ألف جنيه. أعداد كبيرة جدا، ورق ضخم جدا، ما كانش عندي وقت ألحق أدرسه، هنأجل للأسبوع القادم، هنقول لكم حصاد الجمعيات بالتبرعات اللي تلمت من عطائكم الكريم، من خيركم، من محبتكم. وصلني منذ قليل رسالة من الصديق الدكتور عادل قاسم، أستاذ المحاسبة بكلية تجارة جامعة الزقازيق، ومؤسس ورائد قافلة شعاع الخير اللي كلمت حضراتكم عنها امبارح، اللي بتقود عملية تواصل مع أبنائنا الطلاب في محافظات مصر، بتهتم بالفقراء، بيقوموا بجولات ومهتمين جدا بوسط سيناء، وكان له مناشدة أن تستقبل القوات المسلحة عدد من طلاب المدارس في وسط سيناء، عايزين يجوا في رحلة للقاهرة يزوروا المتحف الحربي، نحسسهم ببلدهم مصر اللي ما يعرفهاش، نشرح لهم يعني ايه اكتوبر. وفي مبادرة كريمة مباشرة بعد ما اتصل بيه العقيد احمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، اتصل بيه امبارح وقال لي ان تم عرض الامر السيد الفريق او عبد الفتاح السيسي مرحب وباستضافة هؤلاء الطلاب، اهلا وسهلا بيهم، انا بشكره جدا. الدكتور عادل قاسم قال لي انه تم الاتصال بالفعل والتنسيق في الاعداد اللي جاي من العقيد أحمد علي، وحيتواصلوا مع بعض. بشكر قواتنا المسلحة، بشكر السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بشكر العقيد أحمد علي على الاهتمام والمتابعة. بشكركم، هطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع أقول لكم خطة الإخوان في 25 يناير سريعا، قبل أن أستقبل ضيفي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري المشرف على مكتب رسالة الأزهر الشريف. نلتقي بعد الفاصل. الرئيس منصور يؤكد عدم الاستئثار بالقرار قبل التعرف على مواقف القوى الوطنية من موضوعي أسبقية انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطبيعة قانون الانتخابات. منصور يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لاسم الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ زيارة رسمية لمصر اليوم، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عدلي منصور. تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي يؤكد للسيسي التزام بلاده بعلاقات الدفاع مع مصر ورغبتها في دعم انتقال سياسي شامل ومستقر. وزير الخارجية نبيل فهمي يلتقي رئيس الوزراء الياباني في ختام زيارته لطوكيو، وينقل رسالة الرئيس عدلي منصور لتأكيد علاقة الصداقة بين مصر واليابان ورغبة مصر في تطوير العلاقات الثنائية معها. قوة الأمن برفح وشيخ زويد تدمر 9 خزانات
معدة لتهريب 45 ألف طن وقود إلى غزة. تجري اليوم انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر على 8 مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم مقعدان للمستشارين ومقعدان لرؤساء المحاكم والقضاة وأربعة مقاعد لممثلي النيابة العامة، وسط تنافس 15 مرشحا. حزب النور بالشرقية يبدأ حملات طرق الأبواب لحشد المواطنين للتصويت على الدستور. تشغيل 75 رحلة إضافية لمطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال أعياد الكريسماس لنقل الركاب المتوقع أن يزوروا هذه المدن خلال فترة الاحتفالات بهذه المناسبة. لجنة الأندية تتفق مع التلفزيون على بيع الدوري بسبعين مليون جنيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. 25 يناير، عايز اقول لكم ان في انتخابات تجري الان، ثلثي تجديد ثلثي اعضاء نادي القضاء، قوائم المستشار احمد الزند او قائمه المستشار احمد الزند في طريقها للاكتساح باغلبيه. 25 يناير هو رهان الاخوان الاخير ورهان الامريكان ورهان القطريين. سترون موقف قطر وموقف امريكا بعد الدستور وبعد 25 يناير، يعني بعد الدستور هتبقى في رسائل ايه؟ جره اهو يا جماعه بنجرب، بس مستنيينهم 25 يناير. قبل ما اتكلم عن الاخوان عايز اتكلم عن القوى الثوريه. القوى الثوريه اللي بتتكلم او الطريق الثالث او بيتكلموا عن ثوره ثالثه. وانا عايز اتخيل ان انا بتفق معاهم ان الاوضاع ليست على ما يرام، وإن مش هو ده كان المأمول، وكنا نتمنى بعد 30/6 أن يكون المسار أسرع، أن نحقق إنجازات أكتر، أن يكون هناك عدالة انتقالية أسرع، حاجات موافقين، ولكنها لم تحدث بالشكل الذي نتمنى. طيب ثورة ثالثة ليه؟ عشان الثوار ما تعلموش في الثورة الأولى وضحك عليهم الاخوان وضحكوا على البلد كلها وخطفوها، ماشي. طب الثوره الثانيه الجيش والشرطه خدوها، ماشي. فما الثوار ما لحقوش يجهزوا نفسهم عشان يقدموا تصور لهذا الوطن، فهنعمله ايه اللي انتوا جاهزين بيه للثوره الثالثه؟ يعني خلاص نخلص على الاخوان وعايزين تخلصوا على الجيش والشرطه، فنخلص على مؤسسات الدوله، لا دوله. تمام، نزلنا كسرنا عملنا قعدنا اعتصمنا اضربنا كسرنا حرقنا انتصرنا. ايه هو الانتصار؟ ايه هي القوى السياسيه فيكو اللي هتقدر تدير هذا البلد؟ ده عندك جيش بمفهومكم، الجيش الوحش والشرطه الوحشه ومؤسسات الدوله الوحشه والاخوان الوحشين والفلول الوحشين. طيب باقي مين؟ باقي انتوا الحلوين. انا موافق، ما عنديش مانع. الحلوين مين اللي جاهز فيهم وجاهزين بايه؟ يعني ايه الخطه اللي انتوا في ايدكم فجايين تقولوا لنا ساعدونا نعمل ثوره علشان نبوظ البلد ندمرها، عشان دول وحشين ودول وحشين ودول وحشين. وانتوا امامير، انتوا اتعلمتوا ايه من 25 يناير؟ استعديتوا ازاي من 25 يناير؟ عندكم كيان واحد؟ الاحزاب نفسها سلحفة، الأحزاب القديمة والجديدة سلاحف، مفيش حاجة حصلت، مفيش حد عارف ينزل الشارع. أتحداكوا إذا كان في حزب جديد أرقام العضوية فيه تعدي 25 ألف، فين حزب اللي ممكن نراهن عليه يعني يكتسح يدخل يدير؟ ما هي من هو الشخص اللي انتم مجهزينه علشان هي حتى مكسر موت ابعد احنا جايين؟ انتوا مين؟ اذا المطروح هي اللا دولة، انهيار كامل. يلا نبوظ كل الالعاب ونبوظ كل القوة ونسيب البلد دي ايه؟ دول يخنقوا دول ودول يقتلوا دول ودول يدمروا دول. هو ده السيناريو الثالث ولا الطريق الثالث
لدمار مصر مش كفاية انك تقول لأ، ومش كفاية انك تهد مبنى، قبل ما تهده لازم يبقى عندك تصور للبناء، عندك مقاول وعندك فلوس وعندك رؤية وعندك إدارة تعرف تكمل المشروع. إن ما كانش عندك دول لا سيب المبنى، سيب المبنى وتعالى نعدل. ده كلام قديم اتقال، بس أنا مش بقول كلام قديم، احنا مشينا معاكم مع الواقع وقلنا حلم وقلنا ثورات وقلنا تغيير وقلنا شعب عايز، بس الشعب مش عارف هو عايز ايه. اوعى تقول لي حرية وعدالة اجتماعية الشعب عايز حرية علشان ياكل وعلشان يتعلم وعلشان يبقى آمن وعشان حاجات كتير، بس هنعمل ده ازاي؟ ما ينفعش اهد واقعد، لو هتهد وتبني قول لي هتبني ازاي، اقنعني باني ممكن ان اشاركك. هذا هو مشروع الاخوان الان، بس الاخوان كان عندهم مشروع وحلم عالمي واتدمر في مصر، فانا ممكن اتفهم خططهم للتدمير. هم مش هيجوا تاني، بس مش عايزين حد يكون موجود. الاخوان مش فارق بالنسبه لهم الدوله المصريه، مش فارق بالنسبه لهم الوطن، ما يفرقش ما يسويش، طالما الجماعه بيجرى لها حاجه الجماعه هي الاهم. طب الثوريين، طب اللي بيحبوا البلد دي اللي نيلها في دمي حتى لوني قمحي، فين هو؟ قمح ولا خبري؟ طيب ارى عبثا يا جماعه، مصر لازم تعدي، احنا في قلب الميه، الخناقه جوه البحر هتغرق الجميع، المركب مليان ثقوب، مش دورك دلوقتي ان الثقوب شغاله انك تكسر فيه، انك تسد الثقوب وتعالوا ندور ازاي الوطن يبقى احلى. تعالوا اقول لكم، انتوا بتسالوا المعلومات اللي انا بزعها او بقولها عن خطط الاخوان منين؟ طبعا انا الاعلامي لا يجب ان يكشف عن مصادره، ولكن ابسط حاجه هقولها لكم، ان هذه الوثائق المدققه موجوده في جريده الوطن بتنشرها يوميا، يعني في جرنان بكره في هذه الخطه، وريحكم خالص ما تاخدهاش مسلم بيها، اقراها وترقب وشوف اللي احنا بنقوله بيحصل ولا لا. امبارح كنت بكلمكم عن شيطانة الدستور قبل ما اعرف ان الدكتور مصطفى النجار داخل لي بورقه بتتوزع في الشارع فيها نفس اللي كنت بقوله لكم، انهم هيقولوا كذا، تطلع اشاعات شكلها كذا، تشيطن الدستور وتسخر منه وتتفهه وتسميه دستور الهام، عوالم مرقصات، دستور ضد الشريعه، كل الكلام اللي اتقال لقيته في ورقه جايبها الدكتور مصطفى النجار الذي يرفض الدستور، لكن بيرفض الدستور من قلب خارطة الطريق ومن قلب 30 يونيو، ده موضوع تاني، وتتفق أو تختلف مع مصطفى، أنا مختلف مع مصطفى. لكن في النهاية هو اللي جاب الورقة اللي بتقول الإخوان اللي قال عليهم كاذبون وسيبقون كاذبون إلى الأبد، بتقول إن الكلام اللي بقوله لكم بيتطبق على أرض الواقع. خدوا الكلام اللي قالوه لكم على 25 يناير خططهم، وقعدوا اتفرجوا وشوفوه بيحصل كل يوم ولا لأ، وبيجهزوه زي ما هو متقال بالظبط ولا لا، كي تتاكدوا ان هذه هي خطط الاخوان لتدمير مصر. ماذا يقولون؟ يقولون بداوا في ترويج ان الاحتفالات يوم 25 يناير هي احتفالات عيد الشرطة، وان 25 يناير يا جماعه الحقوا ما عادش ثوره، وان الناس لازم تنسى ان 25 يناير ده كان ثوره خالص، علشان تتغضب وتقول الشرطة رجعت تاني اللي قامت عليها الثورة فتزود الصراع مع الشرطة. اتنين، قال لك لابد من حشد 3.5 مليون مواطن في الميادين واستمرار حشدهم في الشارع 3 أيام متتالية. الأماكن اللي هننزل لها يوم 25 يناير اللي هما بيقولوها بنية الاعتصام وبدعوى إعادة الثورة لمسارها هي رابعة العدوية، التحرير، رمسيس، الاتحادية، محيط وزارة الدفاع، طريق المطار، المحكمة الدستورية، مدينة الإنتاج الإعلامي، مسبيرو، بعض الطرق والكباري المهمة. عندهم اللي بيسموه أحداث تمويهية لإرهاق أجهزة الأمن، ده هيتعمل في اليوم الثاني لاستمرار الحشد من خلال حصار السفارات، حصار مؤسسات الدولة، اشتباكات في أماكن محددة يصدر التكليف بها في آخر لحظة. اليوم الثالث ده يوم العصيان المدني الإجباري، انتشار في شوارع مصر ومحافظاتها، شل للمرور، اقتحام للمحكمة الدستورية، تعطيل لوسائل الإعلام، تحفظ على إعلاميين اللي هو احنا، ومحاصرة سفارة إسرائيل، وهتعرفوا هيتحفظوا علينا ازاي، حتى دي معمول لها خطة
آليات التنفيذ والمتطلبات، إعداد قوة تنفيذية للقيام بمهام القبض على رموز الفساد. يعني ده جيش كده بيعمل جيش من الآخر، هيبقى جاهز أو شرطة جاهزة ويلبسوا ويجوا يقبضوا علينا. إعداد قوائم بأسماء القضاء ووكلاء النيابة والقيادات الأمنية بالمحافظات المختلفة، والإعلاميين بعناوينهم وبيوتهم. طب غيرنا عناويننا وبيوتنا ونفضل نغيرها، ماشي، تعالوا لنا لو شطار تعالوا. الشائعات، الشائعات جزء أساسي من أسلحة الإخوان. من 25 يناير قبليها هتبتدي الحرب النفسية مع عدد من الشاعرات. من الشائعات القذرة اللي طالعة أنباء عن خلافات بين السيسي وزوجته وتركها للمنزل، ترويج شعار ضحي بالسيسي ولا تضحي بوطنك، مقولات على غرار احرص على الموت، احرص على الموت توهب لك الحياة. الإخوان بيشتغلوا، بينظموا، بيخططوا، بيلعبوا، بيعملوا كل حاجة، بس الدولة المصرية فين؟ هفضل أسأل دايما يا جماعة هذه خطط الإخوان إذا كانت لديكم أو ليست لديكم. الحاجات دي بيدفع فيها فلوس كتير، الإخوان بيتشاروا زي أي حد بيتشارى، في ناس بتقبل وتقبض وتبيع. الإخوان فيهم ناس فاسدة كتير. الإخوان مجتمع زي أي مجتمع، مجتمع مغلق، فيهم الفاسد وفيهم المرتشي وفيهم اللي بيعرف ستات، فيهم كل حاجة زي أي مجتمع. هم مجتمع داخل وطن، هذا المجتمع في ناس لما تدفع لها تبيع نفسها وتبيع إخوانها، زي ما هم بيسيبوا الناس تموت في المظاهرات، بيطلعوهم المظاهرات وبعدين يستخبوا، يقودوهم، ياخدوا شوية من الألترس، شوية من طلاب الجامعات الطيبين المنفعلين الزعلانين على زمايلهم، فجأة ما تلاقيش إخوان. عشان كده بتبقى حاجة غريبة جدا، يا جماعة احنا ماسكينكم في المظاهرات، يقول لك والله ما أنا إخوان، وتيجي تدور وراه ما تلاقيوش إخوان. ما الإخوان بيروحوا فين؟ الإخوان التعليمات التي لديهم من الأوراق إنه يظهر ولع اختفي، ما تقعدش لما تضمن الحشد اختفي. نفس اللي عملوه في 25 يناير واللي قلته من أول يوم على التلفزيون المصري، المخاطبات التي جاءت للإخوان من التنظيم الدولي من الفلبين واستراليا وإيميلات مرصودة كانت بتقول لهم كده، استنوا لما الميدان يكتمل، إذا تأكدتم من الامتلاء انزلوا واحتفلوا مع الناس. في نفس الوقت اللي كانت قياداتهم طالعة بتقول نحن لا مش هنمشي ورا شوية عيال. المسائل واضحة، الإخوان هم الإخوان، ولكن تبقى مصر هي مصر رغم أنف 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 الإخوان والحكومة القطرية والإدارة القطرية وأمير قطر ومن معه وأمريكا ومن معها. مصر محفوظة من عند ربنا، وعلشان فيها ناس طيبين بيقوموا يصلوا الصبح ويضحكوا ضحكة حلوة ويمشوا في الشارع وهم متفائلين، ويناموا بالليل يقولوا عشان عليك يا رب، فبتكبر وتتستر، وطول ما دول هنا والله ما حد هيقدر على البلد دي. بعد الفاصل استقبل ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور اسامه الازهري المشرف على مكتب رساله الازهر، وحوار حول ادب الخلاف، كيف يمكن ان اختار، واذا اخترت واذا اتفقت او اختلفت كيف اكون مؤمنا ومسلما في خلافي. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ارحب بضيفي العزيز العالم الجليل الاستاذ الدكتور اسامه الازهري، الاستاذ بجامعه الازهر المشرف على مكتب رساله الازهر. اهلا وسهلا يا مولانا. اهلا وسهلا. قلتها صح؟ تمام المره دي مظبوط. هستاذن حضرتك بس اقول للساده المشاهدين متابعه لاخواننا اللي في حايل، اتصل السيد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه وقال انه مش متابعين لان هم في طوكيو مع وزير الخارجيه، ولكن هم وصل لهم انتقادي وان هم بيتابعوا الامر وان المشكله في طريقها للحل. الاخوه اللي في حايل اللي قاعدين في البرد والتلج حتى الان بعتوا لي قالوا لي عارفنا لان لنا ناس جوه السفاره مصريين زينا متالمين، ان وزير الخارجيه اتصل بالقنصل المصري في السعوديه فابلغه غير صادق انه
أصدر وثائق لهم وقد حلت المشكلة فيما هم في الشارع حتى الآن. يظل هناك وجهة نظر غائبة، معلومات ناقصة، نتمنى من وزارة الخارجية أن تبلغنا بها، ومش هنعرف ومش هنطمن غير لما إخوتنا المصريين يرجعوا بالسلام. سيدنا، إن شاء الله. نحن الآن في مرحلة فيها من السباب والخلاف وشق الصف والالتباس، يعني مش القابض على دينه بقى، يعني ده القابض على أخلاقه كالقابض على جمر من النار. صحيح. في مقولة منسوبة لسيد الإمام مالك اللي فيها: إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيسب ويشتم فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج من صاحبه أن يسب ويشتم. هل هذه المقولة صحيحة للإمام مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل الدخول في هذه القضية الشديدة الأهمية في الوقت الراهن، أنا لي خاطرة وتعليق على الإشكال اللي حضرتك نبهت إليه في البداية من أصحاب المشكلة في حائل والعالقين والبرد. أنا مش ملم بأبعاد القضية، كنت في الطريق، لكن الأسبوع الماضي كانت البرودة في مصر على أقصاها، وبلغت معدلات لم تسبق من قبل، وبدأنا نرى تساقط الثلوج في الرحاب وفي مدينة وفرس البر وفي سيناء. وكان يشغل خاطري جدا البعد الإنساني لمن لا يجدون الغطاء الكافي. على سبيل المثال اللاجئين السوريين في مخيمات الأردن وفي تركيا وفي غيرها من الأراضي، والناس هنا في مصر في الأرياف والمهمشين والفقراء. شيء يشغلني، وبلغني بعد ذلك انه في حملة تم اطلاقها لي كام بطانية المرة دي، مليون ولا احنا اقتربنا من المليون وسنزيد ان شاء الله. كل القنوات مشاركة، وزميل عمرو أديب هو كان صاحب المبادرة العام الماضي. الحمد لله، يعني تسقيف البيوت، وجبات ساخنة يومية بتوزع على الفقراء في الشوارع في منتصف الليل، بطاطين وصلنا لعدد لا بأس به، نقترب من المليون، ملابس جديدة وملابس قديمة، الحمد لله الشعب المصري. فأنا يسرني أن أنا أضع يدي في يدكم، وأنه نبدأ جلسة اليوم اللي إن شاء الله تكون جلسة نور وبصيرة وسكينة، بأن أضم صوتي إلى صوتكم وأنضم إلى هذه الحملة، وأتوجه إلى كل المشاهدين أن يشاركوا في هذه الحملة بكل ما يملكون. والعام الماضي كانت الحملة في المليون بطانية، للسنة دي أضيف إلى سقف البيوت والوجبات الساخنة. بكل ما أملك أدعم هذه الحملة وأدعو الجميع للتضامن معها، ونسأل الله تعالى في أثناء ذلك كله أن يلطف بي المتضررين والمحتاجين يا رب، وأن يمن بالغوث على كل مكروب. هل تتفق حضرتك مع فضيلة وزير الأوقاف الذي يوجه الدعوة إلى المصريين ألا يعتمروا هذا العام؟ نحن مقبلون على عمرة المولد النبوي الشريف، وقال إن قضاء حوائج الناس أبدى من العمرة، وأن قضاء حوائج الناس بحجة وألف حجة. أتفق تماما مع وزير الأوقاف في هذا الباب، وأؤكد على هذه الفكرة، وتابعت أخبار منشورة عنها. والعمرة عند السادة الشافعية فرض كالحج، الحج فرض وكذاك العمرة، لم يجب في العمر غير مرة، لكن جماهير العلماء على أنها سنة. وأكثر هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج في ربيع قد سبق لهم الحج والاعتمار قبل ذلك مرات. ففعلا عمرة النفل هذه في الحقيقة الرعاية المحتاجين وإيواء المتضررين من البرد ورفع الضرر والمعاناة عن المتضررين أولى بكثير من العمرة. فأنا أؤكد على هذا وأضم صوتي إلى صوت وزير الأوقاف، وأؤكد بكل ما أملك على أن نتضامن جميعا لرفع الحاجة والضرر عن الناس في هذا البرد القاسي، ونسأل الله تعالى اللطف والتوفيق إن شاء الله. نعود مرة أخرى إلى الخلاف وصاحب الحق: إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيسب ويشتم فاعلم أنه معلول. هل نحن في زمن العلة؟ نحن في زمن أزمة إنسانية طاحنة معلول وكبيرة. النية، أنا آسف، يعني معلول النية. نعم. نحن في زمن فيه أزمة إنسانية كبيرة، ولما أتابع الأحداث الجارية في الوطن وهي مجريات ومفاجآت وأحداث شديدة الاضطراب والكثرة،
أراقبها بقلق شديد من البعد الإنساني المفقود. نحن في أزمة أخلاقية كبيرة، الاختلاف الموجود في كل التيارات وفي كل التوجهات، اختلاف الرؤى والتوجه أثمر وأفضى بنا في قطاعات كثيرة إلى خلاف مذموم خارج تماما عن كل نطاق للإنسانية أو العقل أو الأخلاق. حينما أختلف مع إنسان فيؤدي الاختلاف بيني وبينه إلى أن يتصور أنه يمتلك وحده الحقيقة، أو يتصور أنني باختلافي معه صرت كائنا شريرا يستحق منه الضرب والقتل والإهانة وسفك الدم كمان، فنحن في أزمة في غاية الحساسية. حينما نعرض هذه الأزمة على موازين الإنسانية أولا، وعلى موازين الدين، وعلى موازين الأخلاق، نفاجأ في المقابل بصور في غاية العجب. الشرع الشريف ربط كل شيء فيه بميزان الأخلاق، العقود والبيوع ربطها بإطار الخلق، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، الحروب والمعاهدات والتحركات العسكرية ربطها الله تعالى بالأخلاق، فلا يقتل طفل ولا امرأة ولا يقتل فار ولا مدبر ولا يذفف ولا يجهز على جريح، إطار أخلاقي حتى في وقت المعركة والسلاح والإشعاع السيكوفيزيائي الذي يمتلئ به الجنود، إذا هتف أحدهم الله أكبر شملت الحماسة للجميع، لحظة اندفاع قيد فيها الشرع دوافع المندفعين للقتال الذي هو قتال وطني وقتال لرفع الراية، قيدهم فيه بهذا الضابط الأخلاقي. البيوع والعقود التي تشهد أحيانا شح النفوس أو شدة المساومة والمماكسة في البيع والشراء قيدها بإطار الخلق، الحروب قيدها بالخلق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تحدثنا من قبل أن الإمام الغزالي يقول لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ثلاث ضوابط، وهي العلم والورع وحسن الخلق. الاختلاف من أهم الأمور التي نبه فيها الشرع إلى أنها ما لم تكن مصحوبة بخلق رفيع وصدر واسع وورع وتقوى وشدة إنصاف من النفس، فإنه يتحول من باب يفتح تعدد الرؤى والأفكار والأطروحات، يتحول من هذا الباب الرحيم المفيد الذي تتعدد فيه الرؤى وتتضافر، يتحول إلى أن يصير مأساة إنسانية، يقتل الناس بعضهم بعضا أو يسب بعضهم بعضا لأجل الاختلاف. وأضرب لحضرتك مثال الحديث المشهور اللي احنا نحفظه كلنا من مجيء أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فبعثت قريش بوفد. الحديث رواه أحمد في المسند وإسحاق بن راهوية في مسنده، وأسنده الإمام ابن الجوزي في كتاب تنوير الغبش بفضائل السودان والحبش من طريق أحمد في المسند من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حديث طويل صورت فيه أم سلمة كيف نزل الصحابة عند النجاشي ملك الحبشة وهو حينئذ على المسيحية، فوجدوا عنده الأمان، فأرسلت قريش بعمر بن العاص وعمر بن أبي ربيعة عبد الله بن أبي ربيعة رجاء، وهم يؤملون أن هذين المندوبين إذا وصلوا إلى النجاشي قلبوا رأيه على من لجأ إليه من المسلمين. نعم. فذهب إلى النجاشي وحكى له، قال له هؤلاء يخالفون دينك، فاستدعاهم في القصة الطويلة، وقام سيدنا جعفر فقرأ من صدر سورة مريم فأنصفهم النجاشي وقال لهم عليكم الأمان. نعم. فجرى حوار بين ابن أبي ربيعة وبين سيدنا عمر وكان قبل الإسلام، فسيدنا عمر بن العاص يقول لأذهبن غدا إلى النجاشي ولأنبئنه من شأنهم بما يستأصل شأفتهم، أنا بكرة حروح للنجاشي وأنقل له صورة عنهم تغير خاطرة، خلص عليهم. ينهي عليهم تماما. فابن أبي ربيعة قال له، شوف حتى النقلة يقولوا، فقال ابن أبي ربيعة وكان أورع الرجلين وأتقاهما في هذا الموقف، قال له لا تفعل، فإن بيننا وبينهم أرحاما وإن خالفونا. أوعى تعمل كده، إياك أن تقدم. على فكرة وهم في ذلك الوقت قبل الإسلام ما زالوا بقيم الجاهلية الأولى، يعني الفطرة الإنسانية النقية. طب في أرحام أكتر من اللي احنا فيه، في أهل، في وطن واحد، في بلد واحد، تجمعنا ديانة واحدة ونصل إلى هذا.
يجمعنا الدين ويجمعنا الرحم ويجمعنا الخلق. نعم. فالحاصل أنها كانت قيمة جاهلية مطلقة، فكيف وقد نورها الله تعالى بالإسلام الذي يحض على احترام الاختلاف، وهذا اختلاف بين إيمان وكفر. نعم. إلا أن الرجل قد راعى في قال له لا تفعل، إياك أن تتوصل إلى الانتصار في مخالفتك بالغدر أو بالخسة أو بالطعن أو بالسب أو بالوشاية أو بالنكاية، لا تفعل، فإن بيننا وبينهم أحرام وإن خالفونا في الدين في العقيدة. أنت يبدو أنه عندك، يبدو أنه لازم أطلع فاصل. نعم. بكل سرور تفضل. نطلع فاصل، بعد الفاصل سأكون مع الدكتور أسامة الأزهري في أدب الخلاف والاختلاف، الحالة اللي احنا فيها، كيف تحدد موقفك، تقرأ ازاي المشهد وتعتصم بدينك وتعاليمك ازاي. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا حضراتكم مره اخرى، اصل حواري مع فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور اسامه الازهري المشرف على مكتب رساله الازهر. دكتور اسامه، كيف كان يدير النبي عليه افضل الصلاه والسلام خلافه مع الصحابه عليه الصلاه والسلام؟ السؤال اللي حضرتك تفضلت به بدايه الدخول في منهج النبوه وشمائل النبوه في كيفيه رفع الخلاف والنزاع، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أول ما يرفع به النزاع النهي عن الهوى والعصبية، إنه يا جماعة أي خلاف إذا دخلت فيه الأهواء وتحركت فيه النفوس تحول إلى استئثار، إلى جمر من النار يصطك بعضه ببعض، إلى شرر يتطاير، إلى صراع ديكة، وليس إلى خلاف إنساني راقي يبتغي الوصول إلى الحق. متى ما تحركت النفوس ذهبت النورانية، لم يستطع أحد أن يرى الحقائق. فكان صلوات الله وسلامه عليه في النماذج والصور والأحاديث التي اختلف إليه أصحابه أو رأى من أصحابه عليه صلوات الله وتسليماته اختلافا، كان أول ما يبدأ به بتصفية النفوس من دوافع الهوى، ويظهر هذا في أول مقدمه للمدينة المنورة أنه بدأ بالمؤاخاة وبكذا. ولذلك شوف حضرتك حتى آية آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إذ كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أهي صورة المنازعة والعداوة. فأول خطوة يصفها الله تعالى بتأليف القلوب، فألف بين قلوبكم فترتب عليها أثر فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف ثلاث مناطق مختلفة، كنتم أعداء هي صورة الخلاف الفادح الواضح اللي احنا عايشينه النهاردة، فبدأ الله تعالى بمنطقة وسطى اسمها فألف بين قلوبكم، فكانت النتيجة التي تبرز للمجتمع فأصبحتم إخوانا. بنعمته إخوانا، مش الإخوان المسلمين ده. نعم. المفهوم القرآني الراشد لكيفية جمع الألفة بين الناس مهما اختلفت الرؤى، النقيض بتاع النقيض فيذكرني هذا بثلاث آيات من القرآن إذا وضع بعضها بجوار بعض اتضح المنهج. يقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول سبحانه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ويقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فشوف حضرتك في موضعين من المواضع قرن التنازع بالفشل والمعصية، عواقبه وخيمة. وخلي بال حضرتك أن القرآن الكريم مرة يعبر بالتفرق المبني على الاختلاف، الاختلاف المبني على الأهواء وتحرك النفوس والعصبية المطلقة التي تهدر فيها الدماء وتستحل فيها الحرمات وتسوء فيها الأخلاق ويبرز فيها من النفوس أشرس ما فيها، فقرن التنازع بالفشل. وفي الآية الثانية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، فجعل الفشل قرين التنازع، ثم جاء بقضية التنازع هذه وبين كيف ترفع.
وجاء رفع النزاع ومسالك رفع التنازع بين الناس جاء في سياق قرآني يحدد 4 مرتكزات. نعم. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكان الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في التفسير له ملمح فريد في هذه الآية، يقول: هذه الآية اشتملت على علم أصول الفقه بكليته، معاقد الشريعة بأكملها تولدت من رحم هذه الآية الأم، لأن أصول الفقه هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الكتاب، وأطيعوا الرسول السنة، وأولي الأمر منكم الإجماع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني إن وقع بينكم النزاع والاختلاف لابد من تثبيت مرجعية تحمل عليها الأمور الاختلافية فيتضح المحق من المخطئ. أنا عايز أمسك في الجزء ده، أمسك فيه، لأن هو له علاقة بالواقع، الواقع الذي نحن نعيشه، كيف نرده إلى الله ورسوله؟ يعني لو حد قاعد يتفرج علينا وقال لك طيب احنا عندنا هذا النزاع، محتاجين ان احنا محتاجين برنامج اجرائي وتفصيلي لتفصيص الكلمة الكبيرة دي، الرد الى الله والرسول. صح، هو ده السؤال. نعم. كيف نحول هذه الكلمة او القيمة القرآنية الى برنامج عمل، الى خطوات محددة اقدر اصحى بكرة الصبح انفذ الخطوة الاولى؟ اظن ده السؤال. نعم. تحويل القيمة القرآنية الى برنامج عمل. شوف، القرآن الكريم وهو يسعى لرفع النزاع في الامور الخلافية أولا يحدد مرجعية معترف بها من الجميع. طيب افرض أن كل الأطراف يؤلب بعضه على بعض واشتدت ثارات النفوس ويأبى أحد أن يعترف للطرف الآخر، يبقى إذن لابد من وجود برنامج للتأهيل النفسي، لابد لأحد الطرفين أن ينصف من نفسه، لابد من أن يتحلى بالشجاعة ويقول أخطأت وأنا قابل أن أنزل عند الحق حيثما تبين أين هو. لكن إذا أصر كل شخص من الأشخاص أنني أنا وحدي صاحب الحق المطلق وأن غيري خارج عن الدين، عدو لله ولرسوله، وأن الحق معي وحدي، فلا سبيل إلى رفع النزاع معه. فمثل هؤلاء، مثل هذا الطرف يخاطب بعدة أمور: أولا لا تديروا الخلاف بالعصبية والهوى وحركة النفس، لا تدخلوا عامة الناس في الخلاف، لا تحولوا الخلاف في الأمور الاجتهادية الظنية إلى قطعي يتحول فيه إلى كفر وإيمان أو عداوة لله ورسوله وموالاة لله ولرسوله، ارجعوا مرة أخرى إلى استحضار واستذكار القواسم المشتركة التي نتفق جميعا على أهمية الحفاظ عليها، كالوطن، كالقيم، كمنظومة الأخلاق التي انتهكت الفترة الماضية بكل صور الانتهاك. أظن أن هذه المعالم وهذه المعاقد وهذه الأمور الكبرى كل واحد منها في حاجة أن يشرح، وأن يكون هناك خطاب علمي حار لله ولرسوله يخاطب الناس إنه يا جماعة الخير، كفوا عن التعصب، بلاش نفوس في المسألة، بلاش تهييج العوام، لأنهم إذا دخلوا في الأمر واندفعوا فيه على غير بصيرة فسد كل شيء، بلاش تسرع في الحكم في شيء تنقصكم فيه المعلومات الدقيقة، بلاش افتراض أنني وأنا وحدي صاحب الحق المطلق وأن غيري لا نصيب له من الحق أبدا. وسع صدرك وأنصف من نفسك وانزل عند الحق ووطن نفسك على أنك قابل له. خلي بال حضرتك إن قد يكون لها أشبه ما تكون بإطار تزكوي، إطار تربوي عالي، إذا تحلى به أي إنسان فإن الخلاف معه يكون مأمون العواقب. نعم. لأنك حينئذ تختلف مع إنسان وأنت تثق أنك تختلف معه وأنه يصونك من شر نفسه. وأنا أحب أن أقف عند هذه الجزئية، كيف أختلف مع الإنسان اختلافا أثق معه أنه هو يحميني من شرور نفسه، ينصفني من نفسه،
اتفضل اتفضل. احنا هنقف مع وقفة حضرتك. طيب عشان اطلع اخر فاصل، وانا اسف جدا وبعتذر للساده المشاهدين. خير يعني، ضغط الاعلانات والدنيا مزنقه ومحتاجين اعلانات، فمعلش انا بعتذر لفضيله الدكتور على المقاطعه الكثيره. اخر فاصل عندنا وهرجع هنكمل في السؤال الصعب. السؤال الصعب هطرحه قبل ما اطلع الفاصل. وقع الشهيره اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام تقتل عمار الفئه الباغيه. ايوه، عمار بن ياسر. نعم. فلما خرج مع جيش سيدنا علي بن أبي طالب قتله جيش معاوية بن أبي سفيان، فقيل أنه من الفئة الباغية جيش معاوية، لكن ردوا على ذلك بقولهم بل قتله الذي أخرجه. ما بين الفئة الباغية وقتله الذي أخرجه تعيش مصر، صح، ويعيش المصريون الآن، صح صح. أنا سؤالي اللي هطلع بيه، وانت بره تعرف الفئة الباغية والذي قتله أو قتله الذي أخرجه إزاي؟ عظيم. نلتقي بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، أوصل حواري مع العالم الجليل الدكتور أسامة العزاري. عايز أقول لكم بس أنه منذ قليل انتهت الانتخابات الثلاثية لنادي قضاة مصر، وأسفرت في النهاية عن فوز قائمة المستشار أحمد الزند، الذي أكد أن القاضي لا يجب أن يكون منحازا إلى أي فريق سياسي، وأكد على تشكيل هيئات قضائية أو مجالس من القضاء لنظر قضايا الإرهاب بعد تكرر اعتذار عدد من القضاء لاستشعار الحرج أو تنحيهم عن نظر الدعاوى الخاصة بالإخوان المسلمين. دكتور، وقفت عند حضرتك الفئة الباغية ومسؤولية من أخرج وعرض للموت. عظيم. شوف، الكلام على هذه القضية يحتاج ثلاث مناطق من الكلام. نعم. ثلاث مستويات. المستوى الأول القصة في حد ذاتها، قضية سيدنا عمار وسيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عن الجميع. المستوى الثاني كيفية تنزيل هذه القصة على الواقع الذي نعيشه الآن. المستوى الثالث تحذير شديد أتوجه به في ختام الحلقة. نعم. المستوى الأول الحديث الذي تفضلت بالإشارة إليه، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا ننقل لبن المسجد، فكنا ننقل لبنة لبنة، وكان عمار رضي الله تعالى عنه ينقل لبنتين لبنتين، يعني كان بطل في العمل، يعني يجتهد في يكلف نفسه في العمل فوق المألوف عند أقرانه. فكان صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. نعم. ولما أن حدثت أحداث الفتنة واضطرب الأمر وجاءت خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتمرد الناس وحصل القتال بينه وبين سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع، كان سيدنا عمار في جيش وفي صفوف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فجرت المناوشات وكذا، فقتل على يد جنود من فريق سيدنا معاوية. فقال العلماء: نأخذ من هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول أن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يخبر عن الغيوب الكائنة فيما بعد انتقاله ووفاته، وتقع كما أخبر أنه سيقتل، فوقع الأمر كما قال، إلى غير ذلك من الأخبار النبوية التي تشهد بصدق نبوته بالإلهام الصادق والوحي الصادق الذي كان عنده. يعني مثلا قبل الإكمال الحديث، سيدنا أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر الصحابة موتا على الإطلاق، توفي سنة 110 هجري. ولما توفي سيدنا النبي كان سيدنا أبو الطفيل سنه 10 سنين، فعاش 100 سنة بعد انتقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لتلامذته من التابعين: لا توجد عين على ظهر الأرض رأت رسول الله في هذا اليوم غيري، كل الجيل قد مات إلا أنا الوحيد الذي بقي لطول عمره.
فكان في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذا؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. احسبوا وعدوا من الليلة بمرور 100 سنة يكون كل الجيل الحي الموجود على ظهر الأرض ممن ولد في هذه الليلة يكون قد انقضى وانقرض. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأبو الطفيل ده سنه كام؟ 10 سنين. فعاش أبو الطفيل بعد وفاة سيدنا رسول الله 10 سنين كمان، و20 سنة كمان، و30 و40 و50 و60 و70 و80، لحد ما بقى سنه 90 سنة، و90 سنة كمان بقى سنه 100 سنة. هو إيه الخبر؟ حتى إذا أكمل 100 سنة من بعد وفاة سيدنا رسول الله مات في السنة رقم 100، وهو عاش وكان في شهود عليه، ده هو لوحده، وهو عاش. الحديث مروي من قبل، نعم، في الصحابة اللي ماتوا قبل كده ومسجل، نعم، الحديث من رواية ابن عمر. فالناس بيقولوا: الله، طب ما هو بالطفيل عايش اهو ووصل من عمره دلوقتي 108 سنة 109 سنة 110 فمضى. طب أنا فضل عندي دقيقتين عشان المعنى. المعنى أول حاجة، سيدنا معاوية وصفت الفئة بالفئة الباغية التي عند سيدنا معاوية في هذا الموقف، نعم. وإن كان سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه له تأويل سائغ يسعه، ولقد ورد في صحيح البخاري من حديث أم حرام أن أول جيش يغزو البحر مغفور له، وكان على رأس هذا الجيش سيدنا معاوية. فلا يتخذ أحد هذا الحديث للطعن في الصحابة الكرام، بل كلهم يسعهم من رحمة الله تعالى ما هو معلوم. عند تنزيل هذا الحديث على الواقع يتبين لنا أنه حدث النزاع وحصلت الخصومة، وبدأ بعد هذه الخصومة كل طرف يصر على أنه الحق، نعم. فأعلمنا الله تعالى بأدب شديد الأهمية: يا جماعة الخير، سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه على جلالة شأنه وقد كان صحابيا جليلا، إلا أن الأمة أطبقت من بعد على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب، بل انعقد الإجماع على هذا. فما ينفعش واحد يظن في نفسه أنه الحق ويخالف ما أطبق الناس عليه من أن الحق مع سواه. هذه القيمة التي أحب أن تصل إلى الناس: ليس الحق بمعرفة نفسك له، مش أنت اللي تقول أنا على الحق، انظر إلى ما أطبق عليه الناس وانزل عند رأي الناس ولا تكابر فيه. هذه قضية. القضية الثانية، ظهر في تلك الفترة من خرج على الفريقين معا ومال إلى التكفير، التكفير المطلق. وأنا أرى وأرصد هذه الأيام انتشار كبير لفكر التكفير في قطاعات مختلفة، وأحذر منه أيما تحذير. يا جماعة الخير، إياكم أن يدفعكم النزاع والخلاف في الشأن السياسي إلى أن تلبسوه راية الدين، ثم لا تزالون حتى تقع بسببه الدماء، ثم لا تزالون حتى يقع بسببه التكفير. نعم. أحذر يا جماعة الخير أيما تحذير من إطلاق اللسان بتكفير المسلمين في مصر وفي غيرها. وأختم بالحديث الصحيح المشهور الذي طالما كررته، الحديث في صحيح ابن حبان وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي رجل آتاه الله القرآن حتى إذا كان ردئا للإسلام ورؤيت عليه بهجته مال على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا: يا رسول الله، فأيما أولى بها، الرامي أم المرمي؟ قال: الرامي. الرامي. نعم. بشكر حضرتك جدا الدكتور أسامة الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، مشرف على مكتب رسالة الأزهر. الأسبوع القادم سيكون لنا استكمال لهذا الحوار، وكيف واجه الإسلام الفتن، كيف تجاوزها. الإسلام مر بفتن شديدة، عاصفة كانت يمكن أن تعصف بأي دين مش ثابت في الأرض ولا يحمل رسالة حقيقية، ولكن القرآن والسنة النبوية استطعنا أن نتجاوزه وبالخلق. نعم. بشكر حضرتك جدا. بشكركم واسيبكم دلوقتي مع الأستاذ هيكل في حواره مع زميلتي العزيزة لميس الحديدي، ولأول مرة بعد غياب قراءة للمشهد للمستقبل. دعونا نستمتع فالأستاذ عندما يتحدث، على الجميع أن يستمع. إلى اللقاء.